مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. اليوم هيكون موضوعنا عن روبوتات البحث والإنقاذ، الجزء الرابع والأخير. تعالوا مع بعض نتعرف على الهدف الرئيسي في درسنا اليوم، وهو أن يبرمج الطالب الروبوت كي يعود إلى الوراء ثم يتحرك إلى سيارة الإسعاف ذات اللون الأصفر. سنقوم بتقسيم برمجة الروبوت العودة إلى الوراء ثم التوجه إلى سيارة الإسعاف ذات اللون الأصفر إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى نقوم ببرمجة الروبوت حتى يقوم بالانعطاف 180 درجة، ثم سنقوم ببرمجة الروبوت للتحرك إلى الأمام، ثم نقوم ببرمجة الروبوت للتحقق من العقبات والسيارات المتصادمة، ثم نقوم ببرمجة الروبوت للتحرك إلى الأمام ثم التوجه إلى السيارة ذات اللون الأصفر وهي سيارة الإسعاف. نبدأ مع بعض ونشوف ما هي طريقة برمجة الروبوت للانعطاف 180 درجة. بعد أن قام الروبوت بالتقاط الشخص المصاب، الآن علينا أن نقوم ببرمجة الروبوت للانعطاف بدرجة 180، ولكي نقوم بذلك سنقوم بإضافة الحركة الإضافة أو اللبنة البرمجية Move Tank، ثم نقوم بضبط المود إلى On for Rotation، ثم نقوم بضبط المحرك الأيسر إلى 0 والمحرك الأيمن إلى 20 وهذه السرعة، ثم سنقوم بضبط الروتيشن إلى 2 لفة أو 2 دور، وسنقوم بتوضيح ذلك في برنامج المايند ستور. والآن قمنا بفتح برنامج الليجو مايند ستور، ثم انتقلنا إلى المشروع الذي بدأنا فيه في الحلقات أو الدروس السابقة. سنقوم بإضافة الآن الموف تانك حتى نقوم بجعل الروبوت يقوم بالاستدارة أو بالانعطاف بدرجة 180. نقوم بضبط المود إلى On for Rotation، ثم نقوم بضبط المحرك الأيسر إلى القيمة 0، ثم نقوم بضبط المحرك الأيمن إلى قيمة 20، ثم ننتقل إلى عدد اللفات نجعلها 2 لفة كما هو أمام. الآن سنقوم برمجة الروبوت للحركة للأمام. نقوم أولا بإضافة اللبنة البرمجية Loop Block، ثم نقوم بإضافة اللبنة البرمجية Move Steering، ثم نقوم بضبط الإعدادات الخاصة كما هو موضح أمام. سنقوم بتنفيذ ذلك في برنامج المايند ستور. بعد أن قمنا بضبط الروبوت الالتفاف بدرجة 180، الآن سنقوم ببرمجة الروبوت حتى يتحرك إلى الأمام ثم يكتشف العقبات التي قد تكون أمامه من السيارات المتصادمة، ولتكن المسافة هي 10 سنتيمتر. نقوم بذلك نقوم بإضافة اللبنة البرمجية Loop Block، ثم نقوم بإضافة Move Steering داخل Loop Block، ونقوم بضبطها إلى الوضع On، ثم نقوم بتوجيه Steering إلى القيمة 0 كما هي أمامنا، ونقوم بضبط الطاقة أو السرعة إلى 20، ثم نقوم بضبط مستشعر المسافة Ultrasonic Sensor، ونقوم باختيار Great Smaller Than، ثم نقوم بضبط المسافة إلى 10. الخطوة الثالثة وهي أن نقوم ببرمجة الروبوت للتحقق من العقبات والسيارات المتصادمة التي ستكون في طريقه، ونقوم بذلك بإضافة اللبنة أو القالب البرمجي الذي أنشأناه في المراحل الأولى للروبوت، وهي إضافة القالب البرمجي Avoid Obstacles كما هو موضح أمامنا. بعد أن تحرك الروبوت للأمام قد تواجهه السيارات المتصادمة، لذلك علينا أن نقوم بإضافة اللبنة البرمجية التي أنشأناها سابقا عندما كان الروبوت يتحرك إلى الأمام ليسعف أو ينقذ الشخص المصاب. هذه اللبنة البرمجية أنشأناها في My Blocks. سنقوم بإضافة هذه اللبنة مرة أخرى خارج Loop Block.
أخيرا سنقوم ببرمجة الروبوت للحركة إلى الأمام والتحقق من اللون الأصفر وهو اللون الخاص أو المميز لسيارة الإسعاف. أولا نقوم بإضافة اللبنة البرمجية Loop Block، ثم نقوم بإضافة اللبنة البرمجية Move Steering وضبط الإعدادات الموضحة أمامنا. الآن سنقوم بضبط برمجة الروبوت كي يتحرك إلى الأمام ويكتشف اللون الأصفر والذي يميز سيارة الإسعاف حتى يقف عندها لإسعاف الشخص المصاب. أولا سنقوم بإضافة اللبنة البرمجية Loop Block، ثم نقوم بإضافة اللبنة البرمجية Move Steering داخل Loop Block، ثم نقوم بضبط المود إلى On، ثم نقوم بضبط القيمة إلى 0 حتى يتحرك للأمام، ثم نقوم بضبط السرعة إلى 20 كما تعلمنا سابقا، ثم نقوم باختيار Color Sensor. لاحظوا معنا في هذه الحالة نحتاج إلى Color Sensor حتى يقوم باكتشاف اللون الأصفر، ثم نقوم باختيار القيمة رقم 4 وهي قيمة اللون الأصفر. بهذا نكون قد انتهينا من برمجة الروبوت، بداية من ذهابه إلى الشخص المصاب، مرورا بتجاوز العقبات واكتشاف السيارات المتصادمة، ثم قام بحمل الشخص المصاب، ثم قام بالالتفاف بدرجة 180 والتحرك وتجاوز العقبات مرة أخرى للسيارات المتصادمة، ثم أخيرا انتقل إلى سيارة الإسعاف والتي ستقوم بدورها بإسعاف الشخص المصاب. نقوم بتنزيل البرنامج بعمل داونلود أثناء توصيل الروبوت بجهاز الحاسوب، ثم نقوم بالتأكد من عمل الروبوت بشكل صحيح. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.